عامل فتة شاورما تاتش لبناني على تاتش سوري على تاتش مصري، بس ايه حدوتة. صباح الفل، صباح الجمال، صباح الروقان على احلى ناس في الدنيا. النهارده عندي صدر فرخه وورك فرخه مخلي، فانا عايز اعمل بيه شويه شاورما كده، فانا عامل شاورما لبناني على سوري بالامكانيات الموجوده عندنا. نجهز الحاجه ويلا بينا. اول حاجه هبدا اقطع الفراخ شاورما، خدها كده من النص، تقطعها كلها شاورما كده ايه مقاس واحد وشكل واحد عشان تستوي في نفس الوقت كده. الصدر تمام، ناخد بقى الوراك نقطعها برضو ايه نفس التقطيع. قطعنا الفراخ، نبدا نتبل الشاورما. معلقه ملح صغيره، سنه فلفل اسود، كزبره ناشفه، سنه سماء، سنه قرفه صغيره، بصل باودر، فصين توم بقى فريش، سلام، سن بابريكا، واخد بقى معلقتين معجون طماطم وشويه عصير ليمون وطبعا شويه زيت زيتون. وهعمل ميكس بقى للتوابل اللي احنا حاطينها دي كلها. وعلى فكره ممكن نشيل حاجات، نحط حاجات براحتنا، المطبخ بتاعنا، الاكله بتاعتنا، محدش ليه حاجه عندنا. الحاجه اللي نحبها هي اللي نعملها. تقليبه حلوه بقى، انا عايز الفراخ كلها تكون واخده من التوابل اللي احنا حطيناها. حاجه اخر دلع، انا هسيبها بقى ربع ساعه كده لحد ما نعمل الدريسنج بتاع الشاورما. عندي شويه حمص مسلوقين ما استغلهمش، هستغلهم. فانا عندي بصوا حمص مسلوق، انا بعشق الحمص ده، وهاخد عليه بقى ايه شويه طحينه خام، واو، معلقتين زبادي، شويه عصير ليمون، سنه خل، وهاخد بقى ايه فصين توم، السلام يا دي حدوت، وشويه ملح صغيرين كده، واضرب يا معلم. انا عايزه ناعم خالص، بص بقى الحلاوه في الرايق كده. احنا نقدر نرجع للفراخ في طاسه على النار فيها شويه زيت عشان هنبدا نسوي الشاورما. وانا عايز الطاسه تكون سخنه. ليه سخنه؟ عشان سيبكوا بقى من كلمه ايه، هعمل صدمه للفراخ، عشان الفراخ لازم تاخد صدمه. عشان ما تنزلش اي ميه ولا اي حاجه، فاهم قصدي؟ ايوه انا عايز اسمع الصوت ده. بصلايه بقى ونبدا نحط على الشاورما. ودي بقى تقليبه ايه حلوه للفراخ والبصل. اول ما الشاورما والبصل يبداوا يستوي حط بقى شويه بقدونس. كده الشاورما خلصت والدريسنج اللي احنا عملناه خلاص. الحاجه الوحيده اللي انا مجهزها للحلقه دي هي العيش اللبناني، حمصته في الزيت او ممكن نحطه في الفرن براحتنا بقى، المطبخ بتاعنا، الاكله بتاعتنا، ما حدش له حاجه عندنا. هاخد العيش بقى واحطه. على فكره احنا ممكن نحط جنبها بطاطس، نحط شويه رز، براحتك يا باشا وفي مطبخك اهو. احنا كده حطينا العيش، هنزل بقى بالشاورما واشل شويه بقى عشان اكلهم. هاخد بقى الدريسنج اللي احنا عملناه بالحمص والزبادي وابدا بقى ايه احطه كده بعيد عن بعض عشان نبان الشاورما. عندي شويه بقدونس احط عليها شويه سماء، هدي تقليبه حلوه. بصوا هرش الكلام ده بقى كده ايه على الوش. بص الحلاوه. عندي بقى شرايح خيار مخلل، انتوا عارفين الشاورما بتعشق الخيار المخلل. نشيل حاجات، نحط حاجات براحتنا، مطبخ ايه بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.